السلام عليكم. نورين عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. نورين أحبك الله الذي أحببتنا. لا تفضل. استفسار يا شيخ معلش، دلوقتي كان حدث خلاف ما بيني وما بين زوجتي، وكانت عند أهلها وكده، فكانت طالبة الانفصال، ووالدها كلمني وقال لي إن هي طالبة الانفصال، وقلت له يعني الكلمة كبيرة يا أستاذنا وكده ومش ينفع، وعقلها وبتاع. قال لي هو دي طلبها ومش طلبها، قلت له مش ينفع يعني، احنا في ما بيننا بنت وكده. طب يعني هي لازم تعرف ان عواقب الامور ديت. اضحك عليها، طب فهمها ان انا عملت لها اللي هي عايزاه، تمام كده، بحيث ان هي تعرف عواقب الامور دي، تمام كده، وهي هتحس بالايه يعني بالغلط وكده. هل الكلام اللي انا قلته ده يعتبر طلاق؟ لا لا يعتبر طلاق. لا يعتبر؟ لا لا ليس بطلاق. شكرا. مع السلامة. كيف يعتبر طلاق؟ على أي أساس يعني سيعتبره طلاق؟